إحساس إن في رابط بينك وبين كل حاجة ممكن تحتاج لها في يوم من الأيام، إحساس مريح، إحساس إن حياتك أسهل، وده اللي بدي عملته لأنها بتربط ما بين القديم والجديد، الشرق والغرب. بادية قربتك وقربت لك، قربتك بالمونوريل اللي بيها تتحرك حواليك، وبالقطر السريع هتقرب من الساحل، العاصمة الإدارية الجديدة السخنة. قربتك لتجارب جديدة وربطت بينها وبين تاريخك، وفي نفس الوقت بادية قربت لك بشبكة الطرق الجديدة اللي حواليها، بقيت منها تقدر تروح لأي حتة، ومن أي حتة تقدر تروح لها. فلو رايح أو جاي من أكتوبر أو زايد، هتاخد طريق الواحات أو طريق الفيوم أو طريق زويل، ولو وسط البلد يبقى طريق الواحات، وتاخد بعده طريق المحور، ولو التجمع الخامس يبقى الدائري الأوسطي هو طريقك، وتقدر تاخد طريق الضبعة لو مسافر العالمين الجديدة أو اسكندرية. بادية ربطتك بكل حاجة، بادية قربتك وقربت لك.